السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية على موقعكم المتميز دائما arabhardware.net في سلسلة الأفلام المشروحة، سلسلة CCNA Cisco Certified Network Associate 640802 المستعينين بقوله تعالى: وقل رب زدني علما. مقدمه لكم محمد سمير. اتمنى ان تكون الحلقات اللي فاتت عجبتكم، واتمنى ان تكون حلقة الاي بي ادرسنج امتعتكم شوية. انا عارف ان في دماغكم اسئلة كتير جدا جدا جدا، وكل واحد نفسه يمسك فيا. استنى استنى، انا كان نفسي افهم الجزء اللي فات دوت اكتر، علشان كده انا جايب لك النهاردة مجموعة من الكوتشن كتير اوي على الجزء اللي فات. اتمنى ان هي تحوز اعجابكم، وان شاء الله يكون دوت يعينك على الجزء اللي فات. مش بس كده، انا خلاص ببشرك ده اخر حاجة في جزء نظري متوالي، وبعد كده انا اعمل لاب ظريف قوي على الجزء اللي فات، ومن المرة الجاية هنبدأ introduction to iOS او introduction to Cisco device. نقعد بقى ندخل في Cisco device ونشوف السويتش والراوتر وبيتكون من ايه وايه مكوناته وازاي بيفكر الديفايس الجميل دوت، ونبدأ نشتغل لاب شوية بدل احنا قاعدين ناخد نظري 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 كده على طول. فتعالوا نبدأ تعالوا نبدأ ان شاء الله. وكما تعودنا نبدأ بقوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وسبحانك تجعل الحزن ان شئت سهلا. اللهم ابسط علينا في ساعتنا هذه من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذا العمل كما تحب وترضى. نستغيث بك ربنا ونشهد إليك بعجزنا وفقرنا وجهلنا، ونسألك المدد من عندك، إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا المرة اللي فاتت مع المثال، وأنا أحب إن أنا أعيده بسرعة، اللي انا كنت قلت لك عليه سؤال ديزاين. ايش معنى سؤال الديزاين اللي احنا وقفنا عنده المره اللي فاتت، واللي احنا هنعيد بدايه شرحه مره تانية المره دي؟ قلنا ان ببساطه جدا سؤال ديزاين هو اللي حلنا كل الانترودكشن اللي انا كنت بتكلم عليها ديت. يعني ببساطه جدا، لما انت عرفت ان انت عايز تعمل 5 ديبارتمنت، عايز تعمل 5 ديبارتمنت 25 يوزر، اول حاجة عرفت ان انت لازم تقسم الكلاس اللي هو اداهولك دوت لكذا سبنت صغيرة، فابتدى يبقى فيه مفهوم هو ليه انا في معايا كلاس وبعمل له سبنت، ده تاسك اتطلبت منك. فابتديت تفهم صحيح، يعني انا ممكن يبقى معايا كلاس بي وابدأ اقسمها لكذا سبنت صغيرة، لان ده تاسك غير ان انا اشتري كلاس سي، او ان ممكن يكون معايا كلاس سي وابدأ اقسمها. تاني حاجة، يا ترى لما اجي اعمل سبنيتنج، يا ترى لما هاجي اعمل سبنيتنج هعمل بوروينج او اعمل استلف من الهوست بورشن، هستلف كام بيت؟ هل هي كده براحتي استلف 4 بيت 5 بيت 6 بيت؟ قلت لك لا، انت بتستلف على حد، على حسب النتورك اللي انت محتاجها. يعني كان عندنا في المثال المره اللي فاتت، تعالوا بقى نجيب بسرعه القلم بتاعنا اللي كل مره بننساه هنا اهو. كان عندنا المرة اللي فاتت 5 ديبارتمنت، 5 ديبارتمنت، فانا قلت نمبر اوف نتورك 2 باور 2 باور ان ماينس 2 اكبر من او يساوي 5، اكبر من او يساوي 5، يعني 92 ناقص 2 لازم يعملوا 5 ديبارتمنت او اكتر. وقعدت اجرب لحد لما وصلت لان بيساوي 3. طب الان بيساوي 3 ده معناه ايه؟ معناها ان انا هعمل بوروينج او هعمل سبنيتنج هستلف 3 بت. طب هستلف 3 بيت من فين؟ هاجي اكتب الديفولت ماسك اللي هو 255 255 255. اشمعنى 255؟ لان ده كلاس سي 192 دوت في الرينج بتاع كلاس سي، فكتبت الديفولت بتاعي 255 255 255. وبعد كده كتبت 3 بيت اللي انا عملت لهم بوروينج او عملت لهم سبنيتنج، بقى الناتج بتاعي 255 255 255 224. وقلت لك ان هو دوت السبنت ماسك اللي هو هيقدر يحل لي المشكله او الكويتشن طلب مني او التاسك اللي طلب مني. انا عندي 5 ديبارتمنت 25 يوزر.
طيب وبعد كده ابتدينا قلنا ادي ال 192 168 5 0 جبنا الجزء بتاع النتورك بورشن والهوست بورشن. قلنا الهوست بورشن لك كله باصفار، دي النتورك اي دي لك كله بوحيد، ده البرودكاست بتوين النتورك اي دي والبرودكاست، ده اللي بنسميه الرينج. يعني لما 232 دوت النتورك اي دي، 63 ده البرودكاست، من اول 33 لحد 62 ده الرينج. وبعد كده جبنا النتورك الثانيه، وبعد كده الثالثه، وبعد كده الرابعه، و ان سو اون. وجبناها بطريقه ثانيه بطريقه الفاكتور، ان احنا نبص على اقل 1. فين القلم اللي بيقعد يجري مني كل شويه؟ بص على least significant one في الانترست اوكتيف سبنت ماسك، اقل واحد خالص البار بتاعه كام؟ نقول دوت 2 باور 5 اللي هو 32 من اول 2 اس 5 اللي هو 32. فقعدنا نجمع 32 ونجيب كل نتورك اي دي اند سو اون. عندي بقى سؤالين، اشمعنى يا باشمهندس قلت على هي راحت فين؟ اهيت قلت ان انا هبدا من اول 001 وديت هتبقى اتنين دي 32 فعلا. يعني تاني تعال نجيبها، اشمعنى هتبدا ب 001 ودي هتبقى 32؟ دي تكون اول نتورك وما ابتدناش من النتورك 00، ما ابتديناش من اول النتورك 0.000، وتبقى النتورك اي دي بتاعتنا 50، ويبقى الرينج من اول 1 لحد 30 و31 برودكاست. هي دي النتورك. احنا فعلا لما جينا نقول نمبر اوف نتورك، كنا بنقول نمبر اوف نتورك بيساوي 2 اس ان ناقص 2. ليه كانوا بيطرح النتورك 0 الاولانيه ديت واخر نتورك تحت خالص؟ لما يكون الجزء اللي انت عملت له سب نيتنج دوت كله بوحايد ما بيحسبوش برضو، يعني هو ما بيحسبش اول واحده واخر واحده. ليه؟ لان كانت الراوتر الفيرجن القديم مش بالسبورت ان هي تشتغل على الجزء دوت. طيب دلوقتي اي راوتر اي اي او اس حديث بيسبورت ان هو يشتغل على 0.0 اللي هي النتورك او اللي بيسموها سب نت 0. تعال نحاول نكتبها كده، سب نت هكتب بقى 0 كده، انا ايه كتابه كده صعبه شويه، سب نت 0. السب نت 0 ديت في كانت الراوترات الاول مش بتعمل لها سبورت ان هي تخلي الجزء اللي انت عملت له سب نيتنج كله بزيرو او كله او اول وانز، تمام؟ فكنا بنقول نمبر اوف نتورك بيساوي 2 باور 2 ماينس 2 2 اس ان ناقص 2. اما دلوقتي اي اي او اس حديث في السويتش في الراوتر بيسبورت السب نت زيرو، فتلاقيه تلاقي اي اي او اس بيسبورت مكتوب عليه امر اي بي سب نت زيرو، مكتوب عليه ايه؟ امر اي بي سب نت زيرو. اول ما بنشوف اي بي سب نت زيرو يبقى هو بيسبورت ان هو يشتغل على النتورك دي فعلا، وفي الحاله ديت يبقى نمبر اوف نتورك 2 اس ان. طب يا باشمهندس انت كده لخبطتنا في الامتحان، هنشتغل نمبر اوف نتورك 2 اس ان ولا 2 اس ان ماينس 2؟ في الحاله العمليه هنشتغل على طول 2 اس ان، تمام؟ لان كل الراوترات اللي هتقابلها ان شاء الله هتلاقيها بتسبورت اي بي سب نت زيرو. هتتاكد من كده من خلال الاي او اس اللي انت هتتاكد من الكلام دوت من خلال لما نشوف الاوامر اللي موجوده على الراوتر ان شاء الله. من الحلقه الجايه هنبدا نتعامل مع الكلام دوت فهنشوفها. طيب لكن في المساله احنا هنتعامل ان نمبر اوف نتورك 2 ماينس 2 اس ان ناقص 2 زي ما بتوع مايكروسوفت بيقولوا، الا لو قال لك في الكويتشن باس يور راوتر، خلي بالك او هنت ملحوظه، يور راوتر سبورت اي بي سب نت 0 في الحاله ديت بس تقول نمبر اوف نتورك 2 اس ان. طيب انا بقى كان معايا حاجه كان قعدت اقول لكم انا نفسي اقولها بس ناقص 10 دقايق، في 10 دقايق بس خفت بقى اكتر من كده تقولوا ده طول علينا قوي. اشمعنى 192 168؟
تقول لي عادي دي ديت اللي اشتراها لك اللي هو الادمنستريتور وقال لي ابدا بيها، اقول لك يا سلام، انت مش ملاحظ ان النتورك اللي عندك برضه في البيت لا اما رقم من الارقام دي يعني لا اما 192.168 لا 172.16 لا اما 10، مش عجيبه قوي ان تلاقي كل الناس واخدين الرنجات ديت وهم عاملين اللان بتاعتهم؟ هي ايه الحكايه بقى بالظبط؟ بص كده، هي العمليه عمليه تاريخيه شويه. من سنه 1999 ابتدوا يحسبوا ان الاي بي ادرس بقى نوت سفيشن، يعني نوت سفيشن مش كافي قوي ان هو يغطي كفر ان هو يدي لكل الناس اي بي هات. ابتدوا يفكروا طب ايه الحل في كده؟ تعرف بتوع الناس بتوع التنميه الزراعيه عندنا بيقعد يقول لك ايه، احنا عشان نحل المشكله اللي عندنا ديت هنتوسع في الاراضي الزراعيه افقيا وراسيا. طيب هي دي نفس الفكره اللي هم ابتدوا يفكروا فيها في الاي بي ادريسنج، يعني ايه نتوسع في مش عارف ايه راسيا وافقيا وراسيا؟ يعني ببساطه خالص الاي بي فيرجن 4 هنستغله افضل استغلال ممكن عشان نقدر ندي اكتر كام من الاي بي ادرس. ده اللي انا كنت بقول لك هنتوسع فيه راسيا. اما حكايه ان احنا نتوسع افقيا يعني نكتر النمبر اوف بت، ان احنا نزود عدد البت كلها، فمش هنستخدم اي بي فيرجن 4، هنستخدم بعد كده حاجه اسمها اي بي فيرجن 6. واي بي فيرجن 6 دوت احنا فعلا اي بي فيرجن 6 ده احنا فعلا معانا في كورس سي سي ان اي، وفي الحمد لله هو ما كانش في سي سي ان اي القديم، لكن في سي سي ان الجديد اللي هو 640802، وان شاء الله هنشرح اي بي فيرجن 6 مره ثانيه، بس بقى يعني ايه في قبل ما الكورس يبدا يخلص بشويه. ربنا يصبركم عليا ونوصل ان شاء الله سوا لحد لما اقول لكم انا مستنيكم تخشوا السيرتيفايد وتيجوا تبشروني. اوكي طيب، تعالوا نشوف ايه حكايه ان احنا نستغل الاي بي فيرجن 4 افضل استغلال. ابتدوا يقولوا احنا دلوقتي متفقين ان الاي بي must be unique، لازم يكون فريد من نوعه ما بيتكررش خالص، تمام؟ طيب بدل هو ما بيتكررش انا هعمل لان مش هطلع بيها على الانترنت. اوكي احنا الفصل بتاعنا انا متفق دلوقتي انا الانستراكتور اهوت وقدامي الطلبه بتوع عرب هاردوير بتوعي في كلاس كبير شويه، احنا كلنا كده في كلاس مع بعض مش بنطلع على الانترنت، والكلاس اللي جنبي في اللاب اللي جنبي بقى، بس ده مش عارف بقى هيبقى لاب كبير تاني منتدى مش عارف ايه مثلا، مش طالعين على النت، وكلاس تالت ومش طالع على النت برضو، انا ما بتصلش بالكلاس اللي جنبي، ايه المانع ان انا اخد رقم وهم كمان ياخدوه؟ هتقول لي ما هو الاي بي ادرس ماست بي يونيك. قال لي ما هو ماست بي يونيك، بس يا باشمهندس انا بقول لك احنا عاملين لان، عاملين نتورك مش طالعين بيها لان او وات ايفر وان، عاملين نتورك مش عاملين نتورك اصلا مش طالعين بيها على الانترنت، صح؟ يبقى مفيش مشكله خالص، وزميلي دوت عامل نتورك مش طالع بيها على الانترنت وانا مش بكونكت، مش عملتش كونكت بيه، يعني انا ما اتصلتش بزميلي اللي في الصين اللي في اللاب التاني اللي هو واخد نفس الرقم بتاعي. فابتدوا يقولوا اه والله دي فكره جميله قوي، ده معنى كده ان احنا ممكن نكرر بعض الاي بي هات بكم مهول بدال هما مش هيطلعوا على النت وفي نفس الوقت مش هيتصلوا ببعض. فقالوا خلاص يبقى احنا هنقسم اي اي بي ادرس لبرايفت اي بي وريال اي بي. برايفت اي بي ده فور فري، تمام؟ اي حد من حقه ان هو يخش على الاي بي ادرس دوت ياخد الاي بي ادرس ده ويتكرر، ومش مشكله يكون عندي وعند زميلي، بس بشرط ان انا بطلع على الانترنت ولا هو بيطلع على الانترنت. وهنعمل اي بي هات تانيه نسميها ريال اي بي ودي ريجستد فروم ايانا. هو القلم طار برضو؟ اه لا ده هنا حاجه تانيه، احنا سيبنا الباوربوينت ريجستد من شركه ايانا. هتروح تشتريه بقى من هناك، يعني هتشتريه من السيرفيس بروفايدر اللي انت تابع بيه سواء لينك او دوت نت او مش وات ايفر. وبعد كده نقول مثلا في مصر اقول لا هشتري مثلا من لاين اونلاين او تي داتا وات ايفر، هم هيروحوا يشتروا من فلايكتل في انجلترا، فلايكتل هي
لحد لما يوصل الايانه هتديله الاي بي اللي هو يقدر يطلع بيه على النت ويعمل ريجست، يعني هيشتريه. يعني كل ما بتشتري نت بتبعت للايانه فلوس، خلي بالك. يبقى تستخدم النت استخدام كويس، مش بقول لك ما تستخدمش النت، لكن خلي استخدامك للنت استخدام كويس، يعني استخدام بلاش تخش مش عارف منتدى قلوب حمراء قلوب خضراء ديت. ركز، احنا عايزين نبقى افضل منهم. اوكي طيب، فقال لك خلاص الريال اي بي دوت بدل هيطلع على النت بدل هيطلع على البابليك نتورك، لازم نضمن ان هو مش الاي بي بتاعه مش هيتكرر، عشان كده لازم يعمل له ريجستري، ولازم كمان تكون شركة واحدة المسؤولة عن الكلام ده كله عشان تضمن ان مفيش اي بي يتكرر تاني. اما البرايفت نتورك، النتورك الخاصة اللي مش هتطلع على النت، هنعمل لها رنجات من حقه في الرنج دوت، بدل هو مش هيكونكت باي حد تاني في الرنج، ياخد اي اي بي منه ويشتغل عليه فور فري في كلاس ايه، يشتغل من اول 10 0 0 ايه 10 دو 0 دو 0 دو 0 لحد 10 255 255 255 255 في كلاس بي، يشتغل من اول 172 16 0 0 لحد 172 31 255 255 255 في كلاس سي، من اول 192 168 0 0 لحد 192 168 255 255 زي ما هو موجود عندنا. سؤال اخير، انا عارف بقى عشان ابقى اخلص الموضوع ده كله وهنبدا في حل كويتشن حالا باش مهندس، انا اسف ان انا اقول لك سؤال يعني بيني وبينك كده، يعني انا موجود على الاي بي بتاعي في البيت 192.168.1.6 او 1.7 او 1 وات ايفر، ويعني النت صاروخ بدليل ان انا عملت داونلود للفيديو اللي انت عامله ده، وانت لسه من شويه صغيره بتقول ده برايفت نتورك والنتورك ديت مش ينفع انها تطلع على الانترنت. طيب يعني هو احنا بندرس كلام ملوش علاقه بالنتورك، ولا هو ايه اللي بيحصل، ولا انا اتضحك عليا؟ لا هو مش اتضحك عليك ولا حاجه، هو اللي حصل ان في مرحله انت ما حضرتهاش ما شفتهاش اسمها يا سيدي اسمها نتورك ادرس ترانسليشن، نتورك ادرس ترانسليشن اللي بيسموها النت، اتحول فيها البرايفت اي بي بتاعك للريال اي بي، ودي ان شاء الله هنشوفها قبل نهايه الكورس. تمام. سؤال تاني باشمهندس، طب انا عامل لان عندي ومش هطلع على النت وخدت ريال اي بي، يعني وات ايفر انا خليت النتورك بتاعتي 225.30.0 سلاش بفيكس 24 سلاش 24. اوكي طيب، دي كلاس سي، وكلاس سي مش في الرينج بتاعي، الرينج اللي هو برايفت، فيبقى ده الريال اي بي. انا هعمل الكلام ده في اللاب بتاعي، هل في حد يقدر يمنعني؟ هل النتورك مش هيشتغل؟ هتشتغل كويس. طيب امال هيبقى ايه؟ هتشتغل كويس، بس اول ما انا هاجي وابص على النتورك ديت كمهندس نتورك، يعني هقعد اضحك عليك شويه لو سمحت، انا عايز اعرف بس فين مهندس نتورك اللي عامل الحكايه دي. اهو طيب خير باش مهندس، 200 دوت رقم 200 ريال اي بي، انت شادي عامل ريجستر للاي بي ده؟ لا. طيب يعني انت مستخدمه كانه برايفي صح؟ يقول لي طب انت عندك 192.168.0.0 لحد 192.168.255 255، وده ستاندرد عالمي عملوه علشان تبقى العمليه في النتورك منظمه. انت ليه مصمم يبقى عندك طابور وتخش من بره؟ ما انت هتوصل برضه بس يبقى شكلك شاذ صح؟ يبقى هي هتوصل، يعني هتمشي في النتورك بتاعته بدل هو مش طالع على النت. تمام؟ يعني مش هتمشي الكونفليكت غير لو حب يطلع، لان الاي بي دوت ريجستد فعلا، لكن طول ما هو مش هيطلع هتمشي معاه، بس هيبقى شكله نشاز في الصوره بتاعه النتورك. تمام؟ فاحنا عايزين نحافظ على شكل الصوره بتاعه النتورك، عايزين شكلها حلو. اوكي طيب يبقى دوت البرايفت، انا هعمل في الشركه نتورك اعملها برايفت ولا ريال؟ اعمل النتورك كده كده اعملها في الاول برايفت، ولو في حد يطلع النت ما تقلقش، هنتعلم هاو تو كونفيجر نت او بات ونظبطهم ونطلعهم ريال تاني. خلاص دي كانت اخر كلمه واخر 10 دقايق كان نفسي اقولهم لك المره اللي فاتت،
ونبدأ إن شاء الله من المرة دي بقى ناخد بعض حلول بعض الكويتشن في الـ IP addressing. هتلكم مرة تانية. ادي question 1. اول سؤال عندنا question 1: Circular Texas branch network is displayed in the following diagram. Circular زي ما هو واضح عندكم في البروجرام في الدياجرام راوتر. طبعا دي طبعا circular.com ديت عشان احنا اتفقنا احنا واخدين اسئله من تستكينج. راوتر متوصل ببي سي. طب انت متفق معايا ان البي سي دوت والراوتر دوت لازم الاثنين دول هما الاثنين يكونوا في نفس النتورك صح؟ واما لو كان البي سي دوت مش مع الراوتر في نفس النتورك يبقى ببساطه جدا البي سي ده مش هيقدر يكونكت بالراوتر. يبقى البي سي ده والراوتر في نفس النتورك. وهو قايل لك ان الاي بي ادرس اللي على الراوتر 192.168.5.33 مرفق 27. بيقول لك of the following choice which IP address should be assigned to the PC host. يا ترى من التشويس دي كلها اني اي بي ممكن الهوست ده ياخده؟ تعمل ايه؟ تمسك المساله تحاول تحلها. مش عارف هو الخط كان كويس مش عارف ايه اللي صغره كده. حاول نكبره لكم تاني يا ربنا يستر ما تضربش. هتضرب. اوكي يعني طيب بلاش نكبره ممكن نخليه بول. اعتقد الرؤية اجمل شوية. يمكن انا بنام بقى. 192.168.33 دوت الاي بي اللي ادهوني. بعد كده فكيت 27 لقيته ان هي 255.8 255.16 255 ديت كده بقت 24 27 11 11 كده بقى 27 والباقي صفار. هقعد اكتبهم مره تانية. عايز اعمل اندنج مش عارف اعمل ما بين 33 والرقم دوت فهعملها واحده واحده. ادي 192 168 500 255 255 255 وفكيت ال 33 اهي خلاص. انتوا بتؤشر مني في التحويل from binary to decimal from decimal to binary. وفكيت سبت ال 224 او 3 وحايد 5 اصفار. عملت اندنج طلعت ان النتورك اي دي 152.168.5 والرقم دوت اللي هي 32. جيت اقول الفاكتور بتاع ب 32. عرفت من فين الفاكتور بتاع ب 32؟ اللي سيجنيفيكانت 1 في الانترست اوكسيت اوف سبنت ماسك اقل واحد 2 باور 5 اللي هو 32. فجماعه ال 32 على النتورك اللي طلعت ده دي النتورك اي دي اللي هي النتورك اي دي. دي جت من فين يا شباب؟ لا اصحى بقى يعني مش هبقى انا بنام وانت بتنام معايا. زي ما انت شايف كده عملت اندنج ما بين السبنت ماسك وما بين الكلاس ما بين السبنت ماسك وما بين الاي بي اللي هو الدهوني جاب لي النتورك اي دي. جمعت عليه الفاكتور جبت النيكست نتورك. يبقى النيكست نتورك هتبقى 192.168.2 جت 32 دي منين؟ لا ده خطا مطبعي. 192.168.5.64 64 عشان جمعت 32 دي على 32 دي. اوكي هيبقى الرينج بتاعي. يبقى احنا قلنا لو 64 ديت النيكست سبنت انت متفق معايا ان 63 ديت هتبقى البرودكاست. هي مش هتبقى 63 بقى يعني هتبقى 192.168.5.63 ده اللي احنا بنقول عليها البرودكاست. برودكاست وهيبقى الرينج بتاعي من اول 33 لحد 32 و63 البرودكاست. يبقى انا اول ما شفت اي بي سبنت ماسك قدرت اجيب النتورك اي دي، قدرت اجيب حددت الفاكتور فجبت من خلاله النيكست نتورك. بالطريقه ديت قدرت اجيب البرودكاست ادرس للنتورك دي وبالتالي جبت الرينج. الهوست لازم يكون في الرينج ده صح؟ اللي هو من اول 33 لحد 62. يبقى ما ينفعش ياخد 5 ولا 32 ده نتورك اي دي ولا 63 ده برودكاست ولا 75 ده بعيد قوي. يبقى الحل الصحيح ان الهوست دوت ممكن ياخد 192.168.5.40. طيب تعالوا نشوف سؤال تاني. سؤال دوت بقى بصراحه من الاسئله الجميله اللي لما كده بحب اعمل امتحانات. مش عارف انا الامتحان اللي هعمله لكم هيبقى شكله ازاي. عايزين نعمل امتحان احنا كمان، مش معنى هم بياخدوا امتحانات يعني. لما
بعمل امتحانات بحب اجيب لهم السؤال دوت عشان ببساطه جدا الناس بتتلخبط تحله غلط. طيب تعالى كده وتقولي لا 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 انا صاحي معاك كويس فهحله صح. بيقول لك which address represent a unicast address، يعني ايه unicast؟ احنا اتفقنا ان الادرس لا اما هيبقى unicast المالتي كاست او برودكاست. برودكاست دوت from one to all، اليونيكاست from host to host، المالتي كاست from host to many. يعني بيقول لك ان الاي بي ادريس دوت ممكن واحد بس اللي ياخده، يعني مش هنديه المجموعه ولا هنديه للنتورك كلها. متفقين ان الرقم ده كده ده برودكاست للاير 2. راجع بقى ايام ما كنا بناخد برودكاست دومين وكوليجن دومين، راجع الفيديو ده هتلاقي انا كل شويه كنت اكتب لك 12 اف. اوكي ودوت البرودكاست بتاع الاير 3 255 255 255 255 و224 ده في كلاس دي، وكلاس دي اصلا كان مالتي كاست. اوكي يبقى انا ما بقاش عندي اختيار غير ده وده. يا ترى مين في الاثنين دول؟ يعني يا ترى ده ولا ده؟ اني واحد في الاثنين دول البرودكاست، واني واحد في الاثنين دول، اني واحد في الاثنين دول برودكاست اللي هو للناس كلها، واني واحد في الاثنين دول اليونيكاست زي ما هو بيطلب، يعني اي بي ينفع اديه الهوست. برافو عليك. اجابه خاطئه 100%. بيقول لي هو الاي بي دوت، واضح ان الاي بي دوت للهوست، تقدر تديه للهوست. زي ما هو واضح اهوت التاني ده برودكاست ده اخره 255، يعني ازاي يبقى دوت يونيكاست؟ قلت لك طيب انت ممكن عشان تحل المساله دي كويس تعمل بوز كده وتروح تغسل وشك، يا سلام لو رجعت معاك كوبايه شاي او كوبايه نسكافيه، وترجع معايا مره تانيه نشوف انت ليه جاوبت السؤال ده غلط. جاوبته غلط لان انت ما حاولتش تحل مساله، انت جبتها كده بالفهلوه زي ما بيقولوا. تعالوا نحاول نحل المساله واحده واحده. ادي 192 168 128 59 255 255 255 و 30 دي اللي انا يعني الثلاث ست وحاجات. طبعا هي مش بيكتبش نصها باينري ونصها ديسمال، نصها ديسمال ونصها باينري. انا بحاول احلها لك كده على اساس ان انا اسهل لك الموضوع يعني. اوكي يبقى احنا ليه بيجن ليه كان كويس، رجع كويس تاني اهو. انا حاولت المره دي بقى، يعني ايه كل مره بحاول صوتي بقى احسن ما يكون، ربنا يسهل كده ويعجبكم المره دي. نرجع تاني بالفاكس 30 اللي كانت موجوده عندنا ديت، ادي 255 255 255 لحد كده 24 25 26 27 28 29 30. يبقى هو عمل بوردنج السلف 6 بيت وسايب 2 بيت للهوست. اوكي هنيجي نكتبهم مره تانية. بص يا باشمهندس، لا مش عايز من اول هنا، انا عايز من اول هنا ونرجع كده. الجزء دوت مش بتاع النتورك والجزء ده بتاع الهوست، يعني الجزء ده بتاع النتورك. مش هو الهدف من السبنت ماسك ان هو يحدد الجزء بتاع النتورك من الجزء بتاع الهوست؟ بص كده ده الجزء بتاع الهوست. الجزء بتاع الهوست ماله؟ all ones. all ones يبقى الاي بي ده برودكاست ولا باين عليه خالص. يعني 59 دي برودكاست؟ عادي جدا. يعني ايه المشكله اللي انت يعني مستغرب ليه؟ عادي برودكاست عادي جدا خالص. لنتورك تبقى كام؟ لنتورك 192 168 128 56 هيبقى عندها 57 58 وبرودكاست بتاعها 59. طيب تعال نشوف بقى اللي انت ما كنتش مقتنع بيها. انت عايز تقول لي يعني هي ال 255 ديت اللي الخص ياخدها؟ اقول لك طب تعال نحلها سوا. هي مش عارف لما احنا كبرنا الخط رجعت الضغط التاني بيت باي بيت، يعني كده تحت بعض بالظبط. ادي 192 232 128 255 وادي 255 255. هو كان قايل بفيكس 18 فيبقى 255 255 ادي كده 16 17 18. يبقى انا كده المره دي كتبت بحل في اي. اول واحده ديت كانت اجابه سي ولقيناها ان هي ديت برودكاست، انا دلوقتي بحاول احل اي. طيب كتبتها مره ثانيه 172 232 128 255 255 255 192 0. بص كده يا باشمهندس ده الجزء
مش عارف ماله. ادي ده الجزء بتاع النتورك وده الجزء بتاع الهوست. تعال نشوفها في النتورك اللي اداها لنا بقى كده. الجزء بتاع النتورك اللي هو مقابل للوانز في السبنت ماسك. بص الجزء بتاع الهوست، هل الجزء بتاع الهوست all ones؟ لا، في صفارة اهي. هل all zero؟ لا، في واحد اهي. يبقى الاي بي ادرس دوت ينفع فعلا ان هوست ياخده. ليه؟ لان انت مش كنتش المفروض المرة دي تبص لاخر اوكتت ان هو كله ones، لان الجزء بتاع الهوست بورشن ده جزء كبير. ده كان التمانية بيت دول وكمان في ستة بيت من الاوكتت التاني. يبقى المسألة ديت ما تتحلش غير لما تبص لها كده. يبقى الاي بي دوت ينفع للهوست عادي خالص، ويبقى فعلا 172 31 128 255 بفيكس 18 دوت يونيكاست ادرس كويتشن 3. انا واضح انا اشوف كل مسألة واخدها وحللها الباينري بتاعها على اساس ان هي تبقى ايه سهلة خالص بالنسبة لك. احاول ارفع لك الفايل دوت على مرضي. هرفع لك فايلين، فايل فيه الاجابة الصحيحة تمام، وفايل تاني متجاوب. هتسيب الفايل المتجاوب ده وتمسك الفايل اللي فيه الاجابة الصحيحة، تعمل له تاخده كله وتشيل منه الاجابات عن طريق ان انت تعمل له بقى كنترول اي وتيجي هنا تخلي دوت زيرو، خليه بلاك كله، وتحاول تحل المسائل دي كلها. وبعد ما تحل المسائل ترجع تبص الاجابة الصحيحة في سؤال ما انتش فاهم، ترجع تفتح الفايل اللي هو المحلول دوت تبص عليه. تمام، مش فاهم برضو معلش بقى تيجي تسمعني تاني. انا عارف ان انت بالعافيه سمعت درس، تيجي معلش تسمع درس تاني وتحاول تشوف المساله ديت تحديدا اتحلت ليه. اوكي كويتشن 3، تعالى بيقول لك if a host on network has the address. بيقول لك في هوست في النتورك بتاعك خد الادرس ده. What is the address of the subnetwork؟ عايز الادرس بتاع السبنتورك. سبنتورك او نتورك اي دي، او ساعات ساعات بيسموها نتورك اي دي، او ساعات بيسميها سب نتورك او سب نتورك اي دي تو ويتش ذيس هوست بلونج. عايز يعرف السب نتورك اللي الهوست ده بينتمي اليها. خلاص، على فكره مسائل الاي بي ادرسنج ما ينفعش تختار كده، يعني الا لما تبقى يعني تبقى ايه اتمرنت كتير قوي تقدر تجاوب بمجرد النظر. لكن تعالى خليك كده واحده واحده على قدك زي حالاتي نحاول نحلها. ادي الاي بي بتاع الهوست، وادي كمان مديني سبنت ماسك. طب ما انا لو عملت اند جاي اجيب النتورك اي دي. ادي هيت 14 بتتكتب كده عباره عن 8 4 12 و 2 14. وادي البريفكس 30 بقى خلاص حفظناها، 3 224 و 6 1. عملت اند 172 16 45 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0. الكلام ده كام؟ 12. تبقى دي الاجابه الصحيحه. طيب بيقول لك which one of binary number range shown below correspond to the value of the first octet in class P address range. بيقول لك any binary number range، عايز الرينج في الارقام اللي هي shown اللي ظاهره قدامك below correspond to المقابله لقيمه first octet اول octet في class B address range. طيب تعال نحاول نفتكر كده. فين كلاس بي؟ كان ده كلاس بي، هو كلاس بي بعينه. بص كده يا باشمهندس، ادي كلاس بي، ادي اول اوكتت اهو. تمام، اتفقنا ان هو بيبدا من اول 128 ل 191. احنا قلنا احنا مالناش دعوه ببقيه النتورك، احنا عايزين نبص على اول اوكتت بس. تمام، بيبدا كلهم كانوا بيبداوا بواحد زيرو من اول كلهم اصفار لحد واحد زيرو اول وانز. هيعمل لي الرينج اللي هو من 128 ل 191. هو ده السؤال اللي هو كان بيسالك عليه هنا. بيقول لك which one of binary number range shown below corresponded to value المقابل لقيمه of first octet in class P address. لازم كلهم يبداوا من اول 128 لحد 191. تعال نشوف question 5. question 5 question لذيذ قوي. بيقول لي which two address below are available for host on the subnet 192 168 15 19 select two answer. بيقول لي اني واحد من دول هي ينتمي للنتورك دي.
خلاص هو بيسألك بطريقة تانية على الرينج صح، يمكن عشان كده انا محلتهاش. يعني هنعمل زي كده ونجيب الرينج نشوف الاتنين اللي بينتموا للرينج، تعالوا نحاول ممكن نحلها بسرعة. يعني لو احنا قلنا 192 168 168 15 19 مع صمنة ماسك 255 255 255 28 دي اللي هي 240 اللي هو السلف 4 وحايد. تعالوا نطلع كده ونقول اللي دي هتبقى 192 168 15 19، دي عبارة عن 16 و3 صح؟ يعني مش 128 ولا 32 ولا 64 ولا 32، هي عبارة عن 16، 8 لأ و4 لأ و3، وهنا هتبقى 255.255.255 نخليها كده دوت برضو في شيفت معلش عشان ده 15 بس. اوكي هي اصلا مش ماشيين مع بعضيهم، تمام كده خلاص. هيبقى واضح ان انت لو عملت اندنج زي ما انت شايف كده هيبقى الناتج بتاعك بحاول احل بسرعه 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 عشان عايز يبقى كلها من جوه بصراحه. 192 168 15 هيبقى 0000 ده بس اللي هيبقى واحد والباقي كله 0. واحد ده اللي هو ب16. اوكي طيب الليست سيجنيفيكانت 1 في الانترليست اوكتيف في السبنت ماسك بيساوي كام؟ 16. يبقى النتورك اي دي ب16 هنجمع عليها كام؟ هنجمع عليها 16، هيبقى النيكست نتورك 32. هيبقى 31 ده البرودكاست صح؟ يعني 31 ده البرودكاست، يبقى الرينج بتاعي من كام لكام؟ من اول 17 لحد 30، يبقى معاك 17 ومعاك 29 والاجابات التانية كلها غلط. على فكرة استاذ شريف عمل لنا بروجرام جميل قوي، يا انا عملت له داونلود في الشغل بقى ما لحقتش نسيت دلوقتي، طب مش هرجع اعمل داونلود. بتحط له الاي بي ادريس والسبنت ماسك وهو يجيب لك النتورك اي دي ويجيب لك الرينج بس خلاص. تحط له النتورك اي دي وتحط له الاي بي ادريس والسبنت ماسك بيجيب لك النتورك اي دي وبيجيب لك البرودكاست وبيجيب لك الرينج. طبعا البروجرام ده زي ما هو بيقول لك يعني استخدمه عشان تتاكد من نتائج الحل، ما تستخدموش ما تعودش نفسك ان انت تستخدمه علشان تقدر تجيب بيه الناتج، لان احنا عايزين نتعود نجيبها بايدينا. لكن ممكن في الاول تحاول تدور نفسك عشان تعرف نتيجه، وان كنت انا بحاول اجيب لك اسئله كتير اهوت وبجيب لك النتيجه بتاعتها واجيب لك الحل خطوه بخطوه. ابتدينا نشوف جزء تاني من المسائل، بيقول لك يو هاف ا كلاس سي نتورك اند يو نيد 10 سب نت. You wish to have as many addresses available for the host as possible. Which one of the following subnet mask should you use? تعال واحدة واحدة بقى كده عشان الناس بتشتكي من انجلش. You have class C network. ان عندك class C network and you need عايز تقسمها ل 10 subnet. زي فاكر مسألة الديزاين لما كنت بقول لك انت عندك 192 وعايز تقسمها ل 5 department، هو المرة دي عايز 10 subnet يعني عايز 10 department. اوكي. You have. You wish. To have as many addresses available for host as possible. على قد ما تقدر كتر البيت بتاعة الهوست. Which one of the following subnet mask؟ يا ترى أني subnet mask اللي هستخدمه؟ هاجي أقول هو كان كلاس سي صح؟ يبقى الديفولت 255 255 255 0. أرجع أقول 10 subnet يعني number of network 2 أس إن ناقص 2 أكبر من أو يساوي 10. أقعد فكر كده تلاقي إن بيساوي 3، ما هو 2 أس 2 ب 4، 2 أس 3 ب 8. 3 لا 3 غلط، 2 اس 3 ب 8 ما تنفعش خالص. 2 اس 3 ب 8 ناقص 2 ب 2، 2 اس 4 ب 16، 16 ناقص 2 14 تبقى كويسه ديت. يبقى السبنت على طول 255 255 4 وحايد 4 اصفار اللي هي 255 255 240. متقلقش انا مقولكش اجابه غلط، بس هو يمكن انا كنت بحضر الفايل ده بسرعه، لكن وانا بحل انا مركز كويس جدا يعني ان الاجابات كلها صحيحه 100% ان شاء الله.
اوكي زي ما احنا شايفين واحنا مقتنعين اهوت بالاجابه، يبقى النمبر اوف نتورك هيبقى 2 اس ان ناقص 2 اكبر من او يساوي 10. 2 اس 3 ما تنفعش، لان 2 اس 3 ب 8، 2 اس 4 ب 16 ناقص 2 ب 14. اوكي فتبقى 4 وحيد 4 اصفار اللي هي 255 255 255 240. طيب معناها ايه؟ which you wish to have as many address available for host as possible. بيقول لك على قد ما تقدر، على قد ما تقدر خلي عدد الهوست كبير. ما هو اصل انا لو خليت 2 اس 6 2 اس 5 اللي هي ب 32 ناقص 2 30 30 اكبر من او يساوي 10 صح؟ يعني كنت هخلي الزيرو ده كمان واحد، كان هيبقى فيه كام بت للهوست؟ 3 بت للهوست. يبقى النمبر اوف هوست في النتورك الجديده بيساوي كام؟ 2 اس 3 ب 8 ناقص 2 بست. لكن نمبر اوف هوست في النتورك اللي عندي ديت بعدد البيت للهوست اللي هم 4، 2 اس 4 ب 16 ناقص 2 ب 14. تمام، يبقى الهوست هنا اكتر. يبقى هو بيقول لك البيت اللي انت خليها بصفار في سبنت ماسك اللي هي للهوست على قد ما تقدر كترها. تمام، يعني ما تعملش بوروينج غير للي مطلوب بس. كويتشن 7 ايه ده؟ كويتشن 7 متكرر بس عادي، يلخبط في الاجابات وقلنا ان دوت اليونيك هوست. Question 8: How many subnetwork and the host are available per subnet if you apply prefix 28 mask to لل IP address دوت اللي هو مش عارف كام 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 class C network prefix 28 اهو صح؟ وهو قال ان هو class C فده الديفولت بتاعي. يبقى هو السلف كام بت؟ السلف 4 بت. يبقى نمبر اوف نتورك 2 اس 4 ناقص 2 ب 14، نمبر اوف هوست برضه 2 اس 4 ناقص 2 ب 14. سؤال كويتشن 9: سبتكلر نتورك ووز اساينز ذا كلاس سي نتورك الاي بي الجميل دوت 199 مش عارف كام 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 161 زيرو فروم ذا اي اس بي تمنت سيرفيس بروفايدر اف ذا ادمنستريتور ات سبتكلر وير تو سبنت ذيس كلاس سي نتورك يوزنج 255 255 255 224 سبنت ماسك. How many hosts will they be able to support on each subnet؟ يا ترى كل subnet من subnet ديت فيها كام host؟ اقول لك تاني تاني علشان الناس اللي ما فهمتش السؤال. Spectacular network network spectacular assign جابت class C network class C network من class C الحمد لله وذا ساين كلاس سي نتورك وادالك الاي بي اللي هو اشتغل عليه في كلاس سي من اول فروم ذا اي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر. انترنت سيرفيس بروفايدر ده ممد ناس بخدمات الانترنت. اف ذا ادمنستريتور ار سيرتيكلر وير تو ساب ذيس كلاس سي الادمنستريتور الراجل الكبير بقى بتاع السيرتيكلر وير تو ساب ذيس كلاس سي نتورك يوزنج عايز يقسم سبنت هيقسمها النتورك دي كلاس سي نتورك يوزنج استخدم السبنت ماسك ده. هاو ميني هوست يا ترى في كام هوست ويل زي بي ايبل تو سبورت اون ايش سبنت كل سبنت هيبقى فيها كام هوست؟ هقول لك طب خلاص ادي النتورك اللي هو ده صح وهي كلاس سي يبقى ده الديفولت يبقى هو السلف كام؟ 3 بت. وادي الجزء بتاع الهوست اللي هو اللي بصفار يبقى نمبر اوف هوست 2 power 5 minus 2 equal 30 أو 2 أس 5 ناقص 2 بيساوي 30. ده question 9. question 10: which what is the subnet for the host IP address؟ عندك host وعايز السبنت بتاعه أو network ID أو subnet ID. خلاص بقى تعمل ending ما بين دوت 210 و 22، تعمل ending ما بينهم يطلع 208 على طول. اوكي هتعمل which is the subnet of for the host IP address اداك برضه host واداك سلاش 28 تانية 60 دي اللي عبارة عن 64 و 4 28 دي 4 وحيد 4 صفار الواحد بتاع الاتنين 4 ده هيروح فهتبقى النتورك على طول عشان تجيب subnet تعمل ايه برضه ending فتطلع لك 210 5 64 حلهم انت بقى يعني مش كل حاجة حلها لك انا. سؤال 13: What is the IP address range for the first octet in class B address in binary form؟ عايز الباينري فورم، احنا مش حلينا السؤال دوت وقلنا ان ديت الاجابه بتاعته. طب انا جبته المره دي عشان يبقى سؤالين ورا بعض كده متتاليين. بيقول لك which binary pattern below denote
دي ناقص كلاس سي ادرس. يا ترى اي باترن من دول بيعبر عن كلاس سي؟ بصوا الناس بتوع ال بيسموها اللوجيك، ناس الطلبه بتوع اللوجيك، الدكاتره اللي بتدرس لوجيك بيحبوا يكتبوا الطريقه ديت بحاجه تانية. بيقول لك كلاس سي كده كده بيبدا 1 0 وبعد كده يخليها 0 1 وات ايفر، فبيسموها دونت كير، اللي هي الاكس دي معناها دونت كير. فيبقى كلاس بي ممكن تعبرها 1 0. بص كده هي كانت بتبدا بواحد زيرو، مره كلها اصفار عادي اللي هي 128 او كلها وحايد، المهم ان هي لازم تبدا 1 0. فبيقول لك يا 1 0 دونت كير دونت كير دونت كير دونت كير لحد الاخر. ده كان سؤال 14. سير تيكلر، سؤال ده جميل شويه نحاول نفكر فيه. سير تيكلر نتورك كونسيست اوف 5 ديفرنت ديبارتمنت اس شون بيلو، زي ما هو واضح يو ار سيستم ادمنستريتور. سير تيكلر سير تيكلر نتورك متكونه من 5 اقسام زي ما هو واضح، يعني ولا واضح ولا حاجه، ولا انا يمكن خلاص يعني انا بنام خالص مش شايف. اهيت سيرتيكلر مين، وعندك سيرتيكلر سبورت، سيرتيكلر فاينانس فاينانسيال، سيرتيكلر سيلز، سيرتيكلر ديفلوبمنت. دي اقسام بقى عنده، قسم الموارد الماليه وقسم المبيعات وقسم التكنيكال سبورت بتاعه وقسم الادمنستريتور. يو ار سيستم ادمنستريتور، انت سيستم ادمنستريتور سيرتيكلر، اند يو هاف جاست اكوايرد ا نيو كلاس سي اي بي ادريس، انت لسه حاصل على كلاس سي جديد. لسه نوفي بروكو. which of i which of one the subnet mask below is capable of providing one useful subnet on each on either above department support financial sales development. بيقول لك any subnet mask من الحاجات اللي جايه تحت ديت قادر على ان هو يمد subnet لكل قسم من الاقسام ديت، while still allowing enough usable host address to meet need on each department. خلي بالك، بيقول لك تخلي بالك ان انت تحافظ على عدد الهوست، انا عايز هنا 7 وعايز هنا 15 وعايز 13 و7 و16 في كل واحده من دول. تقول له طب خلاص خلاص خلاص، اهم حاجه مش هي كلاسي، يعني الديفولت بتاعي 255 255 255، انا عندي كام نتورك؟ 1 2 3 4 5. يبقى هاجي اقول نمبر اوف نتورك بيساوي 5، اكبر من او يساوي 2 اس ان ناقص 2 تبقى الان ب3، صح؟ يبقى السبنت ماسك ببساطه اهو، يا كل الحكايه دي والاجابه اهي، عادي 255 255 255 ده الديفولت، وعملت سبنتنج الثلاث 3 بت. طب انا عايز اتاكد ان اجابتي صح، بص كده اليوزر الاي بي فور هوست عندي 5 بت فور هوست، يعملوا كام؟ 2 اس 5 ب 32 ناقص 2 ب 30 هوست، هنا 7 تكفي، هنا 15 تكفي، 13 7 16 اتس فيري سفشنت، كافيه جدا. يبقى فعلا اجابتي كانت صح، 255 255 255 224. يا رب اهو بنحاول نكمل. اوكي your network use النتورك بتاعتك 172.12.0.0 class p address you need to support 459. المره دي بيحل لك المساله بالمشقلب، بيقول لك انت عندك class p address عايزها تسبورت 459 host per subnet، كل subnet ليها 459. while accommodating the maximum number of subnet which mask would you use، عايز اكبر قدر من السبنت تقدر تحصل عليه. طيب اوكي، هو كلاس بي صح؟ هي طبعا اللي انا كاتبه ده حاجة عجيبة جدا، يعني ادريس لسه ما اتشافش خالص، ده كلاس بي المفروض، فده الديفولت بتاع 255 255. هو قال بقى الهوست نمبر اوف هوست بيساوي 459 صح؟ اللي هي اكبر من او يساوي 2 باور 2، فين باور اتشالت من الجهاز ولا ايه؟ 2 باور ان ماينس 2 459. انت عندك 2 اس 6 ب 2 اس 10 ب 1024، 2 اس 9 512، 2 اس 8 256. لا ما تنفعش 2 اس 8، تبقى ان على طول ب 9، يبقى هنستلف 9. ايوه نعد ادي كده 8. لا يا باشمهندس، ده بيقول لك الرقم اللي انا بعده ده هوست، فدي اصفار، ادي 8 اصفار وادي الصفر التاني يبقى 9.
تمام، وهنقعد نحط واحات في الباقي. طب اشمعنى المره دي اتكلمنا في الاوكتل ده؟ لان ده كلاس بي، ده الديفولت بتاعنا. الرقم ده اللي هو عباره عن 255 255 254.0، اللي هو الرقم ده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك يوزنج سبنت ماسك، واستخدم سبنت ماسك 255 255 255، which of IP address can assign to the subnet. هو السؤال ده سؤال جميل صراحة، ويعني ممتع، بس يعني اجابته بتلخبط ناس، بتلخبط ناس كتير قوي. يعني انا لما بحل السؤال دوت الناس في الاي بي ادرس كلها بتتلخبط. فيعني ايه، ممكن ان شاء الله في حلقة قدام كده اكون اطمنت ان انت اثبت. النهاردة مش عايزك تتلخبط في الاي بي ادرسنج ونخش في حتت نتلخبط فيها، نقعد اصل دي لها لفة تانية. تمام اوكي. بيقول لك your ISP assigned you the following IP address as and subnet mask. ال ISP بتاعك assigned اختار لك follow، اداك ال IP address and subnet mask و subnet mask، اداك ادي ال IP address و ادي subnet mask. Which of the following address can allocate to host or resulting subnet. عايز يرجع مرة تانية يقول لك يا باش مهندس هات لي الرينج، select all apply، تقعد تحل بقى تقول ادي على طول من غير ما تحلها، هي بتحل من غير، هي محلولة تقريبا. ادي 199.141.27.0، ادي 255 255 255 240. تعال نرجع مرة تانية فوق، 192.141.27.0 اللي هي مش عارف كذا 255.255.255.123.4. طيب هو اكيد هيبقى النتورك هو 0 0، هيبقى يعني لو احنا قلنا كده عشان تبقى بس مسألة اتحلت كلها قدامكو، هيبقى الاوت 192، ها انا حافظ 192.141.27.0. ليه زيرو؟ هيبقى كل اندنج زيرو ده في اي حاجة بزيرو. بص كده دوت الفاكتور اللي هو ليه significant one، هيبقى 2 باور 1 2 3 4 5 2 باور 5. يا راجل لا، ده 2 باور 4، 2 اس 0 2 باور 1 2 3 4، اللي هو يبقى الفاكتور بتاعي على طول نقدر نقول ان الفاكتور بيساوي 16. الفاكتور بيساوي 16، يبقى النتورك اللي جايه 192.141.27.16، يبقى البرودكاست 15، يبقى الرينج من اول واحد لحد 15. 2 تيجي معايا، 175 لا، 13 تيجي معايا، 11 تيجي معايا، 208 طبعا لا، 212 لا. سلكت اول ابلاي دوت بيلخبط ناس كتير قوي، اعتقد ان هم دلوقتي مبقاش بيجي في امتحانات، يعني عاده بيقول لك سلكت 2 وسلكت 3، ولكن وات ايفر يعني حتى لو جه ما تقلقش خالص، انت بتحل المساله بتاعتك عادي زي ما احنا حليناها اهوت. ادي حلينا مساله، حددنا الرينج وزي ما يطلع. بس هو يعني ايه، بس هو عشان ايه الدنيا بقى خلاص، انا شايف العافية دي كانت 199 اصلا، ببص هنا 192 199، هي اصلا 199. سؤال 19 انا مصمم ان انا اكمل. The IP address داك network 210.106 كذا كذا is subnetting، قسمها سلاش 24. how many usable network، يا ترى في كام network وكم هوست ادرس كان بي اوبتيند فروم ذس، اللي تقدر تحصل عليه من الكلام دوت. بص يا باشمهندس، الاي بي ادرس هو اداك 210 210، ده كلاس سي صح؟ طيب كلاس سي قبل ما تكمل، ده الديفولت بتاعه اللي بيضرب، لا الديفولت بتاعه يبقى في 24 بيت فور نتورك و0 و8 بيت فور هوست. هو طبق عليه الماسك سلاش 24 بفيكس 24، فخلى 24 النتورك و 8 بت للهوست، يبقى هو استخدم ايه الديفولت.
بيقول لك how many usable network and host address can be obtained اللي تقدر تحصل منه من دي هي نتورك واحدة لان هو استخدم الديفولت والنتورك دي فيها كام هوست 254 لانه عنده 8 بيت فور هوست 2 ناقص 8 ب 256 ناقص 2 ب 254 سؤال 20 giving you class B ده class B network IP address network range which of the subnet mask below will be هيديك 100 subnet و 500 usable address per subnet و 500 هتقعد بقى تحسبها 100 subnet دول احصل عليهم ازاي 100 subnet هو class B فلازم نبدأ 255 100 subnet ديت يبقى هو هيستلف 2 اس 6 يستلف 6 بت 2 اس 6 ب 64 لا يستلف 7 بت 2 اس 7 ب 128 ممكن يستلف 7 بت very sufficient 128 ناقص 2 126 7 بت اللي هي تطلع معاه ب 254 حلها انت بقى بالورقه والقلم هتقول لي طيب هو عايز يضمن 500 ما هو هيتبقى له 9 بت فور هوست اللي هي ب 512 ناقص 2 هيبقى فيه 510 very very sufficient ودي هتبقى الاجابه صح ان شاء الله حاول تراجعها تلاقيها كده تحلها بالورقه والقلم اديني قلت لك الفكره بتاعتها بسرعه سؤال 21 you have انا قلت ان انا هحاول هعدي هكسر ال 20 الحمد لله انا لسه عندي امل هقاوم اكتر you have a class C network and you need to design it for 5 usable subnet with each subnet handling a minimum of عن 18 هوست ايش عايز يقسم كلاس سي على قد ما يقدر ياخد 5 سابنت وكل سابنت على الاقل فيها 18 هوست which following network should you use اي نتورك من النتورك دي المفروض تختارها 5 ادي كلاس سي يبقى لازم تبدا ب 255 255 255 يعني معنى كده ان الاجابتين دول غلط لان الديفولت اصلا في كلاس سي ان احنا نبدا ب 3 255 تمام هو محتاج 5 نتورك يبقى هو هيستلف كام بت؟ هيستلف 2 2 ايه يا باشمهندس 2 اس 2 ب 4 ناقص 2 ب 2 اوعى تنام يا باشمهندس فوق معايا اصحى كده واعد لنفسك وامسك ورقه وقلم وحل هيحتاج يستلف 3 بت تبقى 2 اس 3 ب 8 ناقص 2 ب 6 حلوه قوي يستلف 3 بت يعني تبقى يا باشمهندس 255 نعدل بتاع ده يعني اطلق كده يبقى افضل شوية 255 ويستلف 3 بت كده تمام يبقى كده هو هيبقى ده المفروض الاجابة الصحيحة اللي هي 224 هو استلف 3 بت اللي اتحقق له 5 usable network لان 3 ديت هتدي له 6 نتورك هيتبقى له 5 بيت فور هوست اللي هم يديله نمبر اوف هوست 2 اس 5 2 اس 5 ب 32 ناقص 2 ب 30 وهو كان عايز يضمن 18 هوست يبقى الاجابه ديت فيري فيري سفشنت واحد يقول طيب ما هي ديت 240 يعني 240 اللي هي اهي ما هو 2 اس 4 16 ناقص 2 14 14 اكتر من 5 اقول لك طيب ما تشوف نمبر اوف هوست 2 اس 4 ب 16 ناقص 2 ب 14 وهو قال لك على الاقل كل نتورك فيها 18 شوف السؤال اللي بعد كده عندك 213 115 77 0 نتورك والسب نتنج يوزنج بيرفكت 28 سب نت ماسك هاو ميني يوزبل سب نت اند هوست ادريس بير سب نت وير كرييتد از ا ريزلت اوف ذس اني واحد من دول اللي ممكن هيحصل من الكومباينيشن ده 213 يبقى على طول ده كلاس اي ولا بي ولا سي 213 على طول كده ده كلاس لا اصحى معايا يا باشمهندس ما اوعى تنيمني معاك هي احمرت كده ليه 255 ده كلاس سي صح 213 كلاس سي هو هيعمل له سبنيتنج بفيكس 28 يعني 1 2 3 4 ب 4 وحايد اربع وحايد دوت يبقى ده الاصل بتاع ده الديفولت يبقى هو عمل سبنيتنج باربع وحايد يبقى نمبر اوف نتورك 2 اس 2 ب 4 2 اس 4 ب 16 ناقص 2 ب 14 يبقى 14 نتورك هو عنده 4 بيت فور هوست يعني 14 نتورك و14 هوست شوف السؤال اللي بعد كده
201.145 submitting slash 26 slash 26 how many network and IP address and how many network and IP host per network. انت عندك كم network وعندك في كل network كم IP exist using the subnet mask. عن طريق subnet mask ديت هتقول طيب ده class C عشان 201 فده الديفولت بتاعي صح. هو السلف 26 جيت يبقى هو عمل borrowing للتو بيت وهيبقى عنده كام 6 بيت للهوست. يبقى number of network 2 اس 2 ب 4 ناقص 2 ب 2 ونمبر اوف هوست عنده 6 بيت اللي هم 6 بيت للهوست 2 اس 6 ب 64 ناقص 2 ب 62 وتبقى ديت الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعد كده 24. الحمد لله احنا ماشيين اهوت معادله كويس هنخلص. يو هاف كلاس سي. لا هو مش هخلص انا عندي حوالي 63 سؤال يعني انا هخلص اجابه حلوه يعني مجموعه طيبه. يو هاف كلاس بي انت عندك كلاس بي نتورك وادالها السبنت ده. ويتش ستيتمنت بيلو ار ترو ويتش ستيتمنت بيلو ار ترو اوف ذا نتورك. اي واحده من الاجابه دول الاجابه صحيحه. خلي بالك يا باشمهندس عندك كلاس بي صح؟ عندك كلاس بي يعني ده الديفولت بتاعك. ده كلاس بي اول 2 اوكتت للنتورك وتاني 2 اوكتت للهوست. لكن ده الكلاس اللي هو اشتغل عليه. هو عمل ايه؟ عمل سبميتنج ب 8 بت تمام؟ يعني استلف 8 بت يعني هيبقى النمبر اوف نتورك ايكوال 2 باور 8 ماينس 2 اللي هو هيساوي 254. يبقى هو عنده 254 يوزبل سبنت كده سبنت. هو عنده 8 بت برضه للهوست يبقى هو هيبقى عنده كمان 254 تاني هوست بير سبنت. هاو ماني يوزبل اي بي ادريس كان يو جيت فروم كونفنشنال كلاس سي. من كلاس سي تقدر تجيب كام هوست؟ كلاس سي الطبيعي خالص كلاس سي اهوت ادي ده الديفولت او 3 اوكتت فور نتورك واوكتت واحده بس فور هوست يعني 8 بت فور هوست. يبقى الطبيعي خالص كلاس سي من غير ما يحصل له سب نتنج ولا اي حاجه سبورت 254 بيت فور هوست. طيب لسه نكمل كمان 27. يو ورك بي سي يور ورك بي سي هاز اي بي ادريس. البي سي بتاع الشغل بتاعه خد الاي بي ادريس الفلاني. انا جريت سؤال كانوا لا لا your ISP assigned you a full class B. ال ISP بتاعك ادالك assigned you اعطى لك a full class B address space deck address كامل from this you need at least 300 item to meet sub network that can support at least. وعايز في كل واحدة support 50 host per each which is a subnet mask below. يا ترى any subnet mask اللي يحقق لك الكلام ده. اول حاجه تعالى نحلها نقول ان ده الديفولت بتاعنا. لازم اول حاجه تعملها تكتب الديفولت ده كلاس بي فده الديفولت عشان تعرف ان انت هتعمل بوروينج من فين. هو عايز على الاقل 300 نتورك 300 نتورك. طيب نقول نسلف نمبر اوف نتورك نمبر اوف نتورك ايكوال 300 دوت اكبر من او يساوي 2 باور ان ماينس 2 هتبقى على طول ان بيساوي نقول بقى 2 اس كام 2 اس 8 ب 256 ما تجيش 2 اس 5 2 اس 9 ب 2 اس 9 بكام بس خلاص كده 2 اس 9 ب 512. يبقى احنا نقدر نقول لو انا عندي 255 255 255 9 يعني 255 ادي كده 8 وخدت 1 و 3 2 3 4 انا كده عملت بوروينج ب 9 بت. ثانية واحدة اوكي معلش انا وقفت التسجيل خفت الصراحة بعد كل دوت الجزء اللي فات ده يضيع فقلنا يعني نحفظه. لقيت الصوت مش عارف عندي مشكلة في الصوت فقلت احفظ بس الجزء اللي فات عشان مش هقدر اكرره تاني ونبدا نكمله وبعد كده ما تخافش هي تطلع حلقه واحده يعني اوكي. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا كام 300 عندك 300 سب نتورك
وقلنا نمبر اوف نتورك هيبقى بيساوي 300 اكبر من او يساوي 2 اس ناقص 2 يبقى الان نقول 9 اللي هي 512. يا نهار ابيض ايه ده كلاس بي ده الديفولت بتاعي صح 255 255 عايز السلف 9 بت ادي 8 وادي 1 مش ادي 8 كده صح مش 255 دي عباره عن 8 وحيد وادي 1 يبقى ادي 9 بت هو ليه بينط كده ايوه ادي 9 بت اللي انا محتاجه يبقى دوت اجابه وهيتبقى لي كام هيتبقى لي 7 بت 7 بت ديت اللي هي نقدر نقول على طول النمبر انا مش عايز اكتب كابيتال number of host هيساوي 2 power 7 minus 2 ليه 128 ناقص 2 هتبقى 126 هو كان عايز 50 host بالايش يبقى الاجابة دي صحيحة 100% اللي هي الرقم ده سبنت ماسك ده اللي هو 255.255.255.128 128 اللي هي واحد وكل صفر تبقى الاجابه دي صح. طب هو بيقول لك سيلكت 2 طيب انا قلت 2 اس ان بيساوي ان ان بيساوي 9 صح طيب ولو ان بيساوي 10 مش تنفع تقول لي ما انت هتقلل عدد الهوست يعني تعالى كده نشوف بلاش نحطها هنا عشان الناس ما تتلخبطش if n equal 10 هتبقى السبنت ماسك كده 255 استلفنا ادي كده 8 9 10 2 3 4 5 6 اللي هو هيساوي 255 طيب تعالوا بقى نقول number of network بتساوي 2 اس 10 ناقص 2 هتساوي 1024 اكتر من 300 هو بيقول على الاقل عايز 300 نتورك اه مظبوط طيب الحمد لله طيب تعال نشوف بقى number of host هيساوي 2 اس ايه ده number of network انا كنت بتقول هي باور كتبت غلط 2 باور 10 ماينس 2 هتدي 1024 number of host 2 باور باور انا عندي كام بيت فور هوست 6 بيت فور هوست 2 باور 6 ماينس 2 بيساوي 2 و 6 بكام 64 ناقص 2 ب 62 وهو كان عايز على الاقل 50 يبقى دي كمان فيري سفشنت يبقى المره دي كان عايز اجابتين تبقى دي هتمشي ودي كمان هتمشي واحد يقول لي طب ما تيجي نجربها if n equal 12 ان بيساوي 11 يعني 255 هي زرقت كده ليه شايف مش ما عنديش قوه ان انا اشوف هي حصل لها ايه المهم ان انا كده سلفت 8 بت انا كده سلفت 8 بت نقول ادي 9 10 11 وفي 5 بت 3 4 5 5 بت في الهوست نقول النمبر اوف نتورك هيساوي 2 ناقص 11 ناقص 2 هتساوي هي هتبقى 1024 بعد كده تبقى 2048 2046 مش عارف المية بايظ خالص جبت واحد تاني سايبه هناك في الشغل طيب number of host number of host بيساوي كام انا عندي 5 بت المرة دي بس للهوست يعني 2 باور 5 صح؟ باور ناقص 5 ماينس 2 هيساوي 2 ناقص 5 بكام؟ 32 ناقص 2 31 وهو كان قايل في المسألة يمكن اتكتبت بذرة عشان دي إجابة غلط فكان لازم يبقى تختلف إن هو على الأقل في 50 هوست في كل واحدة فالإجابة دي إجابة خاطئة فعلا فيبقى إما انت تخلي الان ب 10 او تخلي الان ب 9 في حاله الان ب 9 نمبر اوف هوست 126 في حاله الان ب 10 نمبر اوف هوست 62 فيري سفشنت
الإجابة الموجودة وتبقى الإجابة الصحيحة 192 وكمان 128. سؤال 8 your work PC has IP address IP address بتاع البي سي بتاعك بتاع الشغل اللي واخد ال 172.16.210/24/22 عادي السبنت اعمل له اندنج بقى هتطلع لك 208 خلاص نفس الفكرة. You have assigned انت جالك assigned CIDR معلش هنبقى نعرف الاسم ده قدام شوية block ال IP دوت from your ISP من ال ISP بتاعك which IP address below can you use for host عايز ال IP اللي الهوست ياخده. خلي بالك يا باش مهندس تعالى السؤال ده فيه فكرة حلوة ادي هي نفس الطريقة برضو ادي ال IP وادي السبنت ماسك ادي ال IP بتاعك اهو وادي السبنت ماسك اللي معاه هتعمل اندنج هتلاقي ان ناتج الاندنج بتاعك عبارة عن شيء اول حاجة احنا بنعمل اندنج عشان نجيب النتورك اي دي هتلاقي 115.64.40 ده اللي هو 4. بص بقى ادي ليه significant 1 في الانترست اوكتت يبقى الفاكتور بكام باربعة الاربعة دي تجمعها فين تجمعها في اخر اوكتت لا انا جبتها من الاوكتت التالتة يبقى هجمع الاربعة في الاوكتت التالتة يبقى الاوكتت النتورك اللي بعدية 8. طيب تعالى بقى كده نجيب الفيرست هوست هيساوي 115.64.4.1 اللاست هوست هيساوي 115.64.7.255 عشان لو جمعت واحد تبقى النتورك اللي بعديها 8.0 يبقى هي بس هي اللخبطه في كده ان الناس بتجمع الاربعه الناس بتجمع الاربعه ديت اللي هو الفاكتور لما هو قال فاكتور باربعه بيجمعه في الاخر فبتطلع ما بيعرفش يختار خالص يعني في الحاله ديت هيبقى ده الرينج بتاعي تقدر ساعتها تحدد ببساطه ان الاجابه دي صح ودي كمان ودي كمان وده الثلاثه اللي هو كان بيقول لك عليهم يعني انا اكتفي كده لحد كده بالاسئله وان شاء الله نشوفكم في الحلقه القادمه مع بقيه دروس سي ان اي اتمنى ان تكون الحلقه دي عجبتكم اتمنى ان محدش يزعل مني ان شاء الله نسجل حلقه تانية في الاسبوع دوت في ميعادها احنا عشان الحلقه دي اتاخرت فديت مش معناها ان دي حلقه الاسبوع ده لا احنا العاديه بتاعتنا يوم الجمعه فان شاء الله يوم الجمعه معانا الحلقه الثانيه وان شاء الله نحاول بس من غير وعد ان ممكن بعد كده نخلف الاسبوع اكتر من حلقه اتمنى تكون الحلقه عجبتكم اتمنى تكون الاسئله في دماغكم كلها اتجاوبت في الحلقه ديت وربنا يوفقنا يا رب ونحاول نخلص الجزء دوت كان جزء مهم احنا كده خلصنا جزء مهم في سي ان اي الحمد لله يعني انا فرحان ان احنا خدنا شوط فيه كويس عدينا فيه جزء كويس وان شاء الله نتم المنهج كله على خير لحد لما نبقى سيرتيفايد سوا مقدم اشكركم لحسن استماعكم مقدمه لكم محمد سمير او محمد السائل على منتدى المتميز دائما www.arabhardware.net